السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ يا شباب، هذا البقع البنية، تلاحظون البقع البنية تتلوى على الورقة، تتلوى، تتصفط الورقة، تتلوى على بعضها بعض. يعني هذه واضحة، الورقة متلوية وبتصفط على بعضها بعض، وهذا من تحت الورقة، هذا من تحتها، يعني هذه أكثر ورقة واضحة. يعني هذه أكثر ورقة واضحة. أما هني، هني في الأطراف، أنا البني هذا، أنا محير صراحة. والله يا شباب الله يعطيكم العافية، ما أدري إيش حل هذا. والمرة هذا بالضبط، هل هو نماتودة؟ أنا بيني وبينكم استخدمت الحلتيت، بس الأوراق اللي شال الورقة اللي قبل كانت متلوية. الله يعطيكم العافية، شو الحل الله يسلمكم الحالة.